السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة والأخيرة، وهنا هنتكلم عن بعض النقاط. إحنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى والثانية عن برنامج وورد، المحاضرة الثالثة والرابعة اتكلمنا عن الباوربوينت، النهاردة هنتكلم عن الإنترنت. إيه هو مفهوم الإنترنت؟ هنلاحظ إن كلمة الإنترنت دي مقسمة إلى جزئين، الجزء الأول كلمة إنتر، ودي جاية من كلمة إنتر أكشن، إنتر كونكشن سوري. هي من كلمة انتر كونكشن بمعنى ترابط، والجزء الثاني كلمة نت، وهي مشتقة من كلمة نتورك أو شبكة. يبقى انترنت على بعضها معناها ترابط آلاف الشبكات يوصل من وسائل الربط الشبكي. يبقى ده معنى كلمة الانترنت. الانترنت معناه مجموعة أو ترابط العديد من الشبكات بوسيلة من وسائل الربط الشبكي. طب ما معنى فيروس الكمبيوتر؟ الفيروس اللي هو عبارة عن نوع الفيروس ده عبارة عن نوع من أنواع البرامج التخريبية الخارجية اللي بيصممها بعض الأشخاص بهدف تغيير خصائص ملفات النظام. الفيروس ده لو جه على الجهاز عندي بيعمل إيه؟ بيستحوذ على مساحة من الهارد ديسك، وكمان على الجزء من البروسيسنج المعالج، ويقدر يحصل على بعض المعلومات السرية عن صاحب الجهاز مثل أرقام الفيزا كارت والبطاقات الائتمانية. ايه اهم مصادر الفيروسات؟ الفيروسات ليها العديد من المصادر ممكن يصل من خلالها الفيروس الى اجهزه الكمبيوتر، من بينها الهارد ديسك او قرص اتصال، وده لو حاولت انا انقل بعض البيانات من قرص اتصال خارجي الى قرص اتصال بتاعي، فلو القرص الخارجي ده عليه فيروس ممكن يتنقل لي عن طريق سي دي روم او القرص المضغوط الكومباكت ديسك. بينتقل الفيروس عندما برضه يتم نقل المعلومات من اي قرص مضغوط خارجي الى الكمبيوتر بتاعي. من خلال الانترنت، حيث ينتقل الفيروس عندما نتصل بالانترنت، لان الدخول على العديد من المواقع قد يعرض الحاسب الالي الى العديد من الفيروسات لوجود بعض الارتباطات داخل بعض المواقع بتكون عبارة عن برامج تنقل او تنتقل الى الكمبيوتر في حالة فيروس. اخر حاجة طبعا الـ USB او الناقل التسلسلي العالمي Universal Serial Bus، ده من النوع اللي هو ركب وشغل بلاج اند بلاي، ده عن طريق بنوصل معظم الاجهزة او المحققات الطرفية زي البرينتر زي الكيبورد زي الماوس سكانر، اي حاجة عايزين نوصلها بالكمبيوتر بتبقى غالبا عن Universal Serial Bus او الـ USB الفلاشة نفسها. وبالتالي عن طريق الحاجات دي ممكن لو في الفلاشة بتاعتي عليها فيروس ممكن طبعا يعمل لي مشكلة ويتنقل برضه للجهاز بتاعي. طب ايه الطرق اللي واجب اتباعها للحماية من الفيروسات؟ انا كواحد عندي كمبيوتر وعايز أأمن نفسي بحيث ما يجيليش فيروس، لان طبعا وجود الفيروس على الكمبيوتر ده بيسبب مشاكل كتير قوي، وممكن يدمر نظام التشغيل نفسه او يدمر الجهاز، ودي مشكلة طبعا يعني فيها بتاخد وقت وتكاليف ومشكله كبيره يعني. فازاي نعمل بعض الاحتياطات اللي هي تمنع عندي دخول الفيروسات للجهاز بتاعي؟ اول حاجه ما تثبتش، لازم تثبت برنامج من برامج مكافحه الفيروسات الانتي فايروس. ده مهم جدا ان الجهاز بتاعك يبقى عليه برنامج انتي فايروس قوي، بحيث اي حاجه توصلها بالجهاز بتاعك بيبدا يعمل لها سكان الاول، ولو في فيروس بيبدا يقتله او يقضي عليه. لو جالك اي رساله من مصدر انت ما تعرفوش اوعى تفتحها وامسحها فورا. لو عايز تنزل برنامج معين اوعى تنزل برنامج من مصدر مجهول او تاخد برنامج من مصدر مجهول. طب جالك رساله فيها اتاتشمنت فيها ملحقات اوعى تفتحها برضو لو هذه الرساله من شخص غريب او شخص ما تعرفه. ايه مفهوم الاختراق؟ يقول لك الجهاز بتاعه تم اختراقه، يعني ايه الاختراق ده؟ الاختراق الوصول، القدره على الوصول على هدف معين بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالهدف. بمعنى الاختراق ده ببساطة ان حد يقدر يوصل للجهاز بتاعك، وطبعا دي بتبقى طريقة غير مشروعة، عن طريق ان في عندك مشكلة في نظام حماية الجهاز بتاعك. لو المخترق ده قدر يخش للجهاز بنطلع عليه هاكر. طب لو بدأ يلعب بقى ويحذف ويشغل ويعدل في الملفات بتاعته فبنسميه كراكر او مخرب. ايه بقى المخرب؟ المفهوم بتاع المخرب ايه هو؟ ما هي مفهوم الكراكر وانواعه؟ قلنا الكراكر دول عباره عن مجموعه من المبرمجين المهر،
بيقدروا يتعاملوا مع الكمبيوتر ومشاكله بخبرة ودراية، بيقدروا يقدموا حلول لمشاكل البرمجة. بنقسمهم لإيه بقى؟ في منهم ناس بنسميها المحترفون وفي هواة. المحترفون دول بيبقوا ناس عندهم درجات جامعية عليا في تخصص الكمبيوتر، بيعملوا محللي نظم ومبرمجين، وعندهم دراية واسعة جدا وخبرة في برامج تشغيل الحاسب والخبايا بتاعتها والثغرات الموجودة فيها. أما الهواة دول برضه بيحملوا درجات جامعية عليا بس مش شرط تكون في مجال الكمبيوتر، هي بتساعدهم في تعلم البرمجة ونظم التشغيل والتطبيقات الجاهزة وبيطوروها، ويقدروا أحيانا يتمكنوا من كسر شفرة هذه البرامج، بيعملوا منها نسخ إضافية ويبيعوها بالمجان. الهواة دول بقى بينقسم إلى في هاوي خبير، ده شخص بيدخل الأجهزة دون إلحاق الضرر بها بس بيميل للسيطرة على أجهزة الحاسب بس ما بيأذيش ما بيضرهاش. المبتدئ شخص بيستخدم برامج الهجوم دون أن يفقه تطبيقها، فبيستخدمها عشوائية وده بيسبب خسائر أو دمار، وطبعا هو بيعمل كده بدون ما يكون عارف إيه اللي هو بيعمله. عايزين نعرف الـ IP address والـ cookies عبارة عن إيه؟ الـ IP address ده العنوان الخاص بتاع كل مستخدم لشبكة الإنترنت، ليه عنوان، عشان كده لما بيحصل أي مشكلة بيقدروا يوصلوا للشخص اللي باعت مثلا الميل او ان في مشكله من ناحيته. كل شخص ليه عنوان او كل مستخدم ليه عنوان لشبكه الانترنت، الرقم اللي عرفه مكان الكمبيوتر اثناء تصفح الشبكه. ده بيتكون من اربع اجزاء زي ما هنشوف كده في الرقم اللي قدام. الجزء الاول بيشير للبلد، الجزء الثاني عنوان الشركه المولعه، الجزء الثالث الشركه المستخدمه اللي هو شغال في شركه او في مكان معين، الجزء الرابع المستخدم نفسه او الجهاز نفسه، وده اللي عن طريق ده زي ما اتفقنا نوصل للشخص اللي بيقوم باستخدام الانترنت. طب ايه الكوكيز دي بقى؟ الكوكيز عباره عن ملفات صغيره، لما بتخش انت على اي موقع في الانترنت بيبعت لك الكوكيز دي، يعني شويه ملفات صغيره كده يبعتها لك على الهارد ديسك. دي بتقدر تجمع بيانات وتخزن بيانات عن الجهاز بتاعك، عشان كده احنا حتى لما بنخش على بعض المواقع نفاجئ بعد كده ان جاي لنا اعلانات عن نفس المنتج ده من مواقع اخرى، هم خلاص عرفوا ان انت مهتم بسلعه معينه او بتبحث عن سلعه معينه، فتبدا تلاقي الاعلانات اللي بتجيلك بعد كده اللي بتظهر دي بتبقى خاصه بنفس المنتج، فانت حتى تستغرب يعني. فهي بتبقى عن طريق الكوكيز دي، ان هو بعت لك الملفات الصغيره دي تقدر من خلالها يعرف انت اهتماماتك ايه ويجمع معلومات عن الجهاز بتاعك. شكرا جزيلا، وسعدت بكم في خلال الخمس محاضرات. بإذن الله الامتحان بتاعنا هيكون امتحان سهل وبسيط، أهم حاجة بس إن الخمس محاضرات دول نذاكرهم كويس، وبإذن الله أتمنى لكم جميع التوفيق والنجاح الباهر، ونراكم على خير بإذن الله في المستويات الأعلى. شكرا جزيلا، مع تحياتي الدكتور محمد السيد.